للغنى. كان عندك تجربه جميله في التمثيل في الاعلى سعر؟ صح. نعرف ازاي عندك الموهبه من قبل، كنت عارفاها ولا اختاروك عشان يعني هايدي موسى؟ بصي، هو الدور حقيقي كان، انا كنت محظوظه بيه جدا لان هو كان دور غنى وتمثيل، يعني كان الاثنين مع بعض. وطبعا كنت محظوظه اكتر واكتر ان انا كنت مع الفنانه الجميله نيللي كريم، ومع العدل جروب، ومع استاذ نبيل حلفاوي اللي كان يعني دايما بقول عليه الداعم الاول ليا من اول ستار اكاديمي، واول الله. شخص كان دايما دايما بيقول الناس صوتوا لها وبيحبوها بجد. والله العظيم كان يعني راجل عظيم. فانا كنت محظوظه زي ما بقول لك. فالحلو فيه ان انا كنت يعني طالعه انا بهايدي، فما كنتش متوتره قوي، ما كنتش خايفه قوي. طبعا خايفه من اللوكيشن ومن الجو الجديد. بس حاسه اني بعمل حاجه انا متعوده عليها. فاتمنى ان شاء الله التجربه الثانيه اعمل تمثيل بس عشان اشوف نفسي كمان في التمثيل بشكل اكبر. انت حابه الموضوع يعني، يعني عندك الشغف بتاع التمثيل نفسه؟ انا من وانا يعني صغيره شويه كنت بحب دايما اقف قدام المرايه وبعمل مشاهد انا من تفكيري، وبندمج لدرجه اني ممكن اعيط وحاجات كده. فكنت بقى زنوده بقعد بقى اعيط واتخيل واعيش اللحظه. عندك الموضوع؟ كنت بحب ده جدا. بس لحد دلوقتي يعني مش حاسه ان انا لسه خرجت الموهبه اللي كنت بشوفها في نفسي قدام المرايه. طب اهلك قالوا ايه بقى لما يعني عرضوا عليك انك انت تعملي دور تمثيل؟ لا طبعا ماما شجعتني جدا وبابا وقالوا لي يعني لازم تدخلي التجربه. عيني كنت خايفه جدا، كنت حاسه ان انا خايفه الناس ما تتقبلنيش، تحس ان بعمل حاجه مش بتاعتي. بس الحمد لله، الحمد لله يا رب. زي ما ستار اكاديمي فادني جامد جدا، كمان التجربه دي انا بشوف ان هي فادتني جامد قوي، وعرفتني على يعني الجمهور بتاع الدراما، وده اكبر واعظم جمهور في الدنيا يعني. فاتمنى ان شاء الله اكرر التجربه تاني.